برافو يا دكتور، برافو. ايه تيسير باشا اللي انت عامله ده؟ ايه جو نادي الجندي ده؟ شعرك الطويل ولونك الابيض وشكلك الحلو كان اسلوبك في خداع يا دكتور. شكلي الحلو؟ هو انا خدعت بنت الجيران ولا ايه؟ امريكا حست لكم دماغك يا دكتور، ولعلمك هو ده اللي هم عايزينه. ايه اللي دخل امريكا في الموضوع؟ امريكا مش عارف، امريكا هوليود الشرق، سبايدر مان، سوبر مان، باتمان، ده انت هتتهان. خلاص يا جدعان اتفقنا؟ اتفقنا. اهو انا خايفه منك انت يا عم. يسمع كلمتين الاول وبعدين نصالحه. يا جدعان عصفور واقف بره وجاي عشان يسترضيكوا. بص يا نتاشا، زي ما ابوك كده بيقول، هو لازم يترجلش وياخد كلمتين كده وياخد حقنتين في العضل وبعد كده نسامحه. اللي غلط لازم يتعاقب. ماشي بس بشويش، ده الواد مكسور. يلا يا عصفور. بقول لك يا بنت نتاشا، على السكه وعلى الدغري كده، لو حد فيهم غلط فيا انا هديله بالجزمه. مين ده اللي يستجرى يغلط فيك يا عصفور؟ وبعدين دول ما صدقوا ان انت جاي تصالحهم. طب يلا يلا يا جماعه، عصفور جاي اهو يبوس ايديكوا ورجليكوا ويحب على جزمكوا كمان. فيها بقى خمال، حتى انت يا صاحبي يا اخويا مش عايز تسامحني؟ لا مش هسامحك يا عصفور، المره دي مش هينفع، انت بعتنا. صحيح ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. لا عصفور الكلام ده مش هيمشي المره دي. لا انا ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت عصفور، الموضوع ده بيضايقني. ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. عصفور صاحبي، صاحب عصفور صاحبي. عميس لو الموضوع يخصني انا مسامح فيه، انما اللي ما اقدرش اسامح فيه هو حق مصر. طب وايه المطلوب يا عم الممثل؟ تعرف يعني ايه مصر يا عصفور؟ طبعا اعرف يعني ايه مصر. انت هتفتي عم هيسه ولا ايه؟ انا قلت طبعا يبقى ما تعرفش حاجه عن مصر. مصر اكبر من كلمه طبعا. مصر هي العبوف في 73 يا عصفور. مصر هي خط بارليف اللي بهدلناه. مصر ثلاث بطولات في افريقيا. مصر هي امي، منها هو دمي، حتى لوني بني لونيلك يا مصر. انا ما كانش قصدي اغلط في امك يا عم هيثم، ما انت عارف اتضحك عليا. خلاص بقى يا عم. يعتذر لمصر اول. اعتذر لمين؟ لمصر اولا. اعتذر لمصر. انا اسف يا مصر. عصفور حبيبي يا ابني، انت فين يا عم؟ حبيبي. بقول لك يا عم هيثم، انا كنت عايز منك طلب كده صغير يعني. قول يا عصفوري. انا كنت عايز اطلب منك ايد كريمتك البنت نتاشا المعفنه. بجد يا عصفور؟ بجد يا عم هيثم، اما كنتش حجاملك حجامل مين يعني؟ طيب يا ابني ادينا فرصه نسال عليه. خلاص يبقى اعتبرني ما قلتش حاجه. عم هيثم سلام عليكم. ما تفتح يلا الف مبروك يا جماعه، مش عايزين حاجه عشان ورايا مشوار مهم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا بستخدم معاك احدث وسائل التعذيب. قمه العذاب والالم انك تشوف الميه نازله قدامك وانت عطشان ومش قادر تحصل عليها. هات ازازه يا بيتحه تانيه. ما كفايه ده سيدي. هات ازازه تانيه. ايه اللي بتعمله ده يا سيدي؟ اولا انا مش عطشان، ثانيا انت اللي معذب نفسك وانت رافع ايدك كده وعمال ترمي الميه على الارض. على فكره عادي، هنجيب حد ينظف. هات يا سيدي البيت. هات امسك. هات حرام عليك، ده انت معطش. ماشي. اظن ال 220 فولت دول لو اتحطوا على ودنك هيخلوك تتكلم على طول. جايزه تيسير باشا، بس حضرتك حط الفيشه الاول. انا مش قايلك تحط الفيشه، وانا مش قايلك ان دي اساليب بيتلت. خلاص بلاش اساليب صلاح نصر دي يا تيسير باشا، عشان مش لايقه عليك. انت من جواك خفيف ضعيف، انت اضعف بكتير من انك تعذبني. انا اضعف من ان اعذبك؟ ايوه، لانك خايف مني. انا خايف منك انت؟ ايوه. انت خايف حتى تبص في عينيا؟ لا انا مش خايف ابص في عينيك. لا خايف. لا مش خايف. لا خايف. لا مش خايف ابص في عينيك. مش خايف. لا خايف. اهو بربشت. ما بربشتش، دي حاجه دخلت في عيني. حاجه دخلت بربشت. في عيني بربشت. ولا بقول لك ايه، يلا انت مش هتخرج من هنا غير ما اعرف كل حاجه عن الرجل العنابي. تاني يا تيسير باشا، ما انا سبق وقلت لك قبل كده ان كل حاجه عن الرجل العنابي انا قلتها في البرنامج بتاعي مع صريح الفيل.
لو عندك كمبيوتر خش على اليوتيوب اكتب بيرم سلاش الفيل على الضرفيل هيجيب لك انا قلت ايه. عندي كمبيوتر بس مش هخش لان عندي حاجة اهم من الكمبيوتر ده. عندي ابنود اخوك اشربه مش فارق معايا. عندي فاطمة امك اشربها مش فارقة معايا. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش عزيز؟ ما عنديش. انت كده يا بيرم هتخليني اعدي كل الخطوط الحمراء. اقول لك يا باشا ايه هي اللي حمرا بس ما تزعلش. جرايه يا مدحت الوقت ده كل ما اقول حاجه رد عليها بحاجه ولا ايه؟ تيسير بيه ما بيحبش تفاصيل افهم يا راجل. خش يا راجل خش. انتوا هتعملوا ايه؟ شفيها ما تعرفش حاجه. مشكلتك يا دكتور انك فاكر نفسك الذكي الوحيد اللي هنا. مش انت بس اللي عملت تجارب على قرود يا دكتور. تخيل احنا كمان عملنا تجارب على قرود. التجارب دي نجحت وبقوا مخبرين عندنا. يا فرج فرج شفيقة هي فرج عجبك؟ كلها لا لا خلاص يا فرج. حلو قوي يا دكتورة. بعد اذنك اتفضل. يلا احكي لي بقى كل التفاصيل عن الراجل اللي انت حقنته ده. مش يا مدحت؟ ماشي يا بجد؟ انت مش شايف؟ الحمد لله رب. طب يلا مدحت قبل ما يجي تاني مدحت ابو سيد. انت جيت في الوقت المناسب يا عصفور. خمس دقايق كمان كان زمان شفيقة فقدت عذريتها. معلش يا حبيبتي الحمد لله لسه بنت بس انا هموت واعرف هم ازاي عرفوا ان انا اللي اخترعت الرجل العناب. لا ما انت اصلك مش حاطط ايدك على البلف. انا اللي عرفته. وهم وصلوا لك ازاي؟ انت عكيت بالكلام قدام حد؟ انا اللي وصلت لهم. يعني ايه؟ يعني على السكه وعلى الدغري كده يا زميلي. انا اللي بلغت عنك. وده اسميه انتقام مني؟ ده يا سيدي ممكن تسميه شده ودن كسرت عين عشان اعرفك حجمك.